يعني الحديث أو ما يصدر عن نتنياهو بأنه ينتظر موافقة الجهاد على وقف إطلاق النار دون شروط. عن أي شروط يتحدث نتنياهو إذا كان التصعيد بدأ بالأساس بالاستهداف المباشر دون أن يكون هناك أي فعل من الجانب الفلسطيني؟ نتنياهو يحاول الخروج الآمن بمكاسب بما تم تحقيقه من مكاسب خلال جولة التصعيد الأخيرة، يحاول استثمار ما جرى في جبهة غزة لتحقيق مكاسب سياسية وعدم الالتزام بأي قواعد جديدة للاشتباك من خلال الالتزام بالشروط التي وضعتها حركة الجهاد الإسلامي وقوى المقاومة والتي تؤكد على وقف سياسة الاغتيالات وإطلاق أو إطلاق سراح جثمان الشهيد خضر عدنان ووقف الاستفزازات في المسجد الأقصى. وبالتالي نتنياهو يحاول الخروج الآمن لكي يعطي انطباع للمجتمع الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية ولحلفائه وخصومه في داخل وخارج الحكومة الإسرائيلية أنه دخل معركة عسكرية مع الجهاد الإسلامي بشروطه وخرج بشروطه بدون أن يلتزم بما يطالب به حركة الجهاد الإسلامي، هو على الأقل الوقف أو الإعلان عن الالتزام بوقف سياسة الاغتيالات، لأنه أي انتهاء لمعركة بدون التزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات معناته أن إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بالقيام بأي عملية اغتيال قادمة سواء للمستوى السياسي أو للمستوى العسكري. وبالتالي هذا الشرط هو شرط جوهري ومحوري وهو لب الخلاف ما بين الجانب الفلسطيني ممثل بقوى المقاومة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي والجانب الإسرائيلي. ولذلك الطرف المصري والأطراف الدولية والإقليمية يحاولوا منذ الأمس تقريب وجهات النظر، على الأقل إعلان إسرائيلي مبدئي وإن كان غير مكتوب بالالتزام بوقف إطلاق النار، وتقوم إسرائيل بالالتزام بعدم العودة لسياسة الاغتيالات. وبالتالي في نتنياهو يحاول وضع شروط على أو يحاول عدم الالتزام بشروط لوقف إطلاق النار، ويحاول تحقيق من خلال ويحاول جني مكاسب سياسية من خلال هذه المعركة في الداخل الإسرائيلي. دكتور منصور، هل يعني ينتظر نتنياهو أن يقبل أي فصيل فلسطيني باستمرار الاغتيالات؟ بكل تأكيد نتنياهو يدرك تماما أن قضية الاغتيالات هي قضية حساسة ومصيرية لدى الجانب الفلسطيني، خاصة أنه امتناع إسرائيل أو شرط امتناع إسرائيل عن وقف سياسة الاغتيالات هو من حكم العلاقة ما بين الطرف الفلسطيني أو قوى المقاومة في غزة وما بين إسرائيل خلال السنوات الماضية. هذه العلاقة التي حكمها أن تمتنع فصائل المقاومة عن استهداف البلدات الإسرائيلية بقذائفها مقابل أن تمتنع إسرائيل عن استهداف قادة المقاومة. هذه الشروط وهذه القواعد حكمت العلاقة خلال السنوات الماضية ما بين الأطراف، لكن نتنياهو يحاول من خلال جولة التصعيد الأخيرة تغيير قواعد اللعبة بالدخول والعودة بسياسة الاغتيالات وفتح مواجهة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية والخروج بدون الالتزام بعدم العودة لهذه السياسة. وبالتالي لن يقبل أحد لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي أن تمتلك إسرائيل حق الفيتو في مواجهة القوى الفلسطينية وب إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بتنفيذ أي عملية اغتيال قادمة. طيب، هنا أيضا في ظل هذه الحالة من التصعيد الإسرائيلي والحديث عن تحقيق أهداف هذه العملية باغتيال قادة حركة الجهاد، هل هناك هدف أبعد وهو رأب الصدع الداخلي في الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ بكل تأكيد هذه الجولة التصعيد قامت على أساس الأوضاع داخل إسرائيل، الأوضاع سواء فيما يتعلق بالخلاف أو الشق الكبير في الخلافات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي حول ما يعرف بمحاولة نتنياهو تغيير الجهاز القضائي أو محاولة ترميم بنية الحكومة الإسرائيلية التي كاد أن يفرط عقدها خلال الأيام الماضية ما بين نتنياهو وحلفاء نتنياهو.
نتنياهو دخل هذه المعركة لكسب الوقت، لكسب مزيد من الوقت داخل إسرائيل وداخل حكومته، بمعنى أنه صعد باتجاه غزة وباتجاه حركة الجهاد تحديدا لإعادة توحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعادة يعني إحياء ائتلافه الحكومي، لأن حلفاء نتنياهو حددوا بفرض عقد هذه الحكومة وانتهاء هذه الحكومة وفشلها وإسقاطها هو يعني نهاية سياسية لنتنياهو على المستوى السياسي، وبالتالي نتنياهو اتجه نحو غزة لإنهاء الأزمة الداخلية في إسرائيل أو تأخير الأزمة الداخلية في إسرائيل بالدخول في جولة تصعيد، حاول الدخول في جولة تصعيد محدودة وسريعة وخاطفة يحقق من خلالها مكاسب أمنية ومكاسب سياسية، لكن وحدة الموقف الفلسطيني، وحدة موقف قوى المقاومة، تمسك حركة الجهاد الإسلامي بشروطها ومطالبها، الدعم الشعبي والسياسي لهذا الموقف على المستوى الفلسطيني هو ما يحول دون أن يحقق نتنياهو أهدافه، وبالتالي وحدة الموقف الفلسطيني هي العامل الرئيسي في إفشال نتنياهو، إفشال مخطط نتنياهو، لأنه نتنياهو حاول أن يحقق مكاسب سياسية، أن يشتري الوقت في داخل الحكومة الإسرائيلية، أن يمدد أكبر فترة وجوده في الحكومة للهروب من الملاحقة القضائية والملاحقة الجنائية، وبالتالي ما يحدث على جبهة غزة هو مرتبط بشكل كبير لما هو يجري داخل إسرائيل ومن أزمة سياسية داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الحكومة الإسرائيلية بكل تأكيد.